ويلكم تو ليرن انجلش بس بس محمد سعد، علامة جزائية مع مستر محمد سعد. النهارده المراجعة النهائية سنة تالتة إعدادي منهج نيو هالو، حل سؤال complete the sentences with the correct form of the words and practice، يعني كمل الجمل دي بالشكل الصحيح للكلمات أو الكلمة اللي بين أقواس. أحل السؤال ده إزاي؟ أول حاجة أفتح عيني كويس، ما بستعجلش أشوف جملة عادية ولا سؤال، أشوف المعنى، أشوف الزمن، أشوف الترجمة، أشوف المفرد والجمع، أشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا، تأثيراتك يا هولندا، هوضح معنى الكلام ده إيه وإحنا بنشرح. أي فيديو أنت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل، الجرامر كله في قوائم التشغيل. يلا كده نشتغل مع بعض عشان مضيعش وقت. طبعا هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعة. النهاردة مراجعة مهمة على أول يونت، يونت 7 الترم التاني. تمام. نمبر 1، هنا بيقول This school space built 5 years ago. تمام، انا ترجم الجملة، انا مش عارف حاجة، انا مش عارف حاجة. هذه المدرسة عاوز اقول اتبنت من 5 سنين فاتت. زمن الجملة ايه؟ ماضي. واحد يقول هاي انا شاطر، ماضي بقى بيضحك عليا، اكتبها زي ما هي. لا يا حبيبي، ترجم كويس. هنا بادئ بالمفعول، يبقى مبني المجهول passive. هنا الترجمة بتجيبها والمعنى بتجيبها والجرامر بيقولها. This school، عاوز اقول هذه المدرسة بنيت، يبقى مش هينفع اقول built، بنت نفسها، لازم اقول بنيت في زمن ايه؟ الماضي. هو بيقول لي ago، ago يعني مضى، بتدل على زمن ايه؟ ال past simple tense، زمن الماضي البسيط. يبقى جملة في المبني المجهول في زمن الماضي. عملنا 3 فيديوهات global، عالمية، بتتكلم عن زمن الماضي البسيط. هسيب الرابط ايه في صندوق الوصف. تمام، اي جرامر هتلاقيه في قوائم التشغيل زي ما احنا قلنا. يبقى هنا في الماضي البسيط مبني المجهول، يبقى لازم was او were. تصريف ثالث للفعل، تاني was او were، تصريف ثالث للفعل، يبقى لازم هنا بص على المفرد والجمع. This school، هذه المدرسة، مفرد، يبقى لازم اقول was built، بنيت. تمام، اديها اللون بتاعها، was مسافة، built بي يو اي ال تي. تمام، was a where، تصريف ثالث للفعل. تمام، حليت الجملة بطريقة سهلة وبسيطة. خلي بالك انا بعلمك ازاي تحل عشان يجيلك اي سؤال بتقيس بالطريقة بتاعته وتشتغل. نمبر 2، these trees، هذه الاشجار، space plant يعني بيزرع، by clever school boys last summer، عاوز اقول هذه الاشجار زرعت بواسطة طلاب مهرة الصيف الماضي. تمام، حددت المعنى وحددت الزمن. هنا طبعا زمن الجملة في الماضي البسيط past simple tense. ليه؟ في yesterday last ago، يبقى الجملة في الماضي البسيط. قولها تاني يلا معايا، انا بغني لمصلحتك انت. Yesterday last ago، yesterday last ago، يبقى على طول الجملة في زمن الماضي البسيط، معلوم ولا مجهول، active ولا passive. ترجمت الجملة لقيتها في المبني المجهول، هذه الأشجار زرعت، يبقى لازم أقول إيه؟ was ولا where. طبعا هنا أشجار جمع، يبقى where planted، أحط الفعل إيه دي في الماضي إيه؟ في التصريف التالت للفعل. تمام، انا هشيل ده كله علشان ايه؟ الدنيا تبقى مظبوطة. تمام، يبقى هقول where planted، w e r e، مسافة، planted p l a n t e d. تمام، these trees were planted by clever school boys last summer. تمام، الجرامر مظبوط والمعنى مظبوط، براجع الشغل بتاعي. number 3،
ايه ده، سؤال ولا جملة عادية؟ ده سؤال. تمام كويس، خدت بالي من حاجة. Who break the glass of this window؟ تمام، عاوز اقول من كسر زجاج هذا الشباك، مين اللي كسر ازاز الشباك ده؟ تمام ترجمت الجملة، يبقى من كسر، يعني ايه كسر؟ بريك يعني يكسر، كسر في الماضي ده فعل ماضي غير منتظم، يبقى بروك على طول. مينفعش واحد يتفزلك بقى ويعملها مبني المجهول، فين مبني المجهول يا ابني؟ من كسر، لا من كسر الازاز، يبقى معلوم، يبقى على طول هو بروك. تمام بي ار او كي اي. مهم جدا تحفظ جميع الافعال او معظم الافعال المنتظمة وتتك على غير المنتظمة. الفعل المنتظم عشان اجيب من الماضي بحط له ايدي، في افعال غير منتظمة بحفظها زي ما هي، زي بريك تبقى بروك، والتصريف التالت بروكن. تمام دي اساسيات لغة انجليزية، احفظ اراد استفهام، احفظ الضمائر، احفظ الافعال، احفظ اساسيات اللغة الانجليزية عشان اعرف اشتغل. الحفظ طبعا مهم جدا. تمام مع فهمك الجرامر مع مستر محمد سعد. نمبر 4، it is a nice photo it space take by my brother 2 days ago. اترجم الجملة، انا مش عارف حاجة. It is a nice photo، إنها صورة جميلة لطيفة. It إنها تأخذ أو تلتقط بواسطة أخويا من يومين فاتوا. لأ مينفعش كده، يبقى هنا لازم أظبط معنى الجملة، عاوز أقول إنها التقطت. آه في الماضي البسيط مبني المجهول، في أجواء أهي، مضى عدى. تمام يبقى الجملة في الماضي البسيط في المبني المجهول، يبقى هقول ايه؟ المبني المجهول في الماضي البسيط يبقى was أو were. تصريف تالت للفعل، تاني was أو were، تصريف تالت للفعل. يبقى هنا هقول was ولا were؟ طبعا it هنا مفرد تاخد was، والتصريف التالت للفعل take يلتقط أو يأخذ تبقى took، وتبقى في التصريف التالت take. نكتب على طول مع بعض. تمام اديها اللون بتاعها، it تاخد was W A S، و take تبقى taken T A K E N. تمام It was taken by my brother 2 days ago. تمام كويس. Number 5 the last one here. جملة عادية. تمام New roads space build all over Egypt every year. عاوز اقول طرق جديدة بتتبنى في جميع انحاء مصر كل عام، وده فعلا حقيقي. نعمل ايه؟ يبقى دي حقيقة. زمن ايه؟ زمن مضارع بسيط present simple tense. واحد يتفزلك يقول ايه بيلت، هي بيلت، يبقى بيلت في الماضي. انا حافظ الافعال واديها استعجال. اه فعلا انت شاطر في الاستعجال، انا اهو مش عارف هعمل ايه في الجملة، ترجمها واشوف زمنها ايه. هنا ب every year، every كل بتدل على زمن ال present simple tense، زمن المضارع البسيط. في كلمات بتدل على زمن المضارع البسيط، عملنا 3 فيديوهات global عالمية بتتكلم عن the present simple tense، هسيب الرابط برضو في صندوق الوصف. لازم تتفرج على الفيديوهات دي، لازم، هتقول ايه ده، انا اول مرة افهم جرامر. تمام حددنا زمن الجملة مضارع بسيط، معلوم ولا مجهول؟ هنا بيقول لي new roads طرق جديدة بتتبنى، يبقى مضارع بسيط، يبقى مضارع بسيط يبقى am و is و are، تصريف تالت ايه للفعل في المبني المجهول. new roads عاوز اقول new roads طرق جديدة بتتبنى. جمع على مفرد جمع، يبقى على طول are زائد تصريف تالت للفعل، يبقى على طول ايه نكتبها مع بعض، نشيل ده عشان الدنيا تتظبط معايا كلها كلها. يبقى new roads جمع يبقى ايه؟ are مسافة بال تصريف تالت للفعل b u i l t. تمام new roads
are built all over Egypt every year. حددت الزمن، حددت المعنى، شفت معلومة لما بقول، اشتغلت على الجملة، حليت الجملة. تمام، هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله. مراجعة، عجبك الفيديو اديها سبسكرايب، اديها لايك، اديها شير. اشوفكوا على خير. جود باي، مع السلامة.